بيكم في حلقة جديدة من عمال ايديا. زي ما تعودنا وصفاتنا حلوة جدا، هعمل معاكم النهاردة ألذ وأطعم نودلز. هنعملها بالجمبري وهنعمل كمان بطاطس ودج في الفرن تجنن. تعالوا نشوف كده أول وصفة معايا، وهي النودلز أو المكرونة، بس احنا عاملينها كده نودلز مع الجمبري. ايه المقادير؟ عندي مكرونة سباجيتي أو هاتوا النودلز الرفيعة، هتكون مسلوقة. عندي جمبري هيكون كبير ومن غير القشر. عندنا الثوم، الكمون، الملح، البابريكا. عندي الشبت، جزر، الجزر هيكون مبشور، بصل، البصل هيتقطع زي ما احنا شايفين كده صوابع رفيعة. عندي كمان فلفل ألوان صوابع رفيعة. عندنا الذرة، صلصة، وكمان مرقة الخضروات، والجنزبيل الفرش المبشور اللي بينقل لي بقى ايه الوصفة في حتة تانية. تعالوا نشوف كده أول حاجة عايزة أعملها، وهي تتبيلة الجمبري. هجيب الجمبري بتاعي، وتعالوا بقى نعمل تتبيلة لذيذة. هحط له ثوم والبابريكا والكمون، شوية جنزبيل، شوية شبت، والملح، والزيت، الزيتون، ونقطتين من الخل، وهنقلب الكلام الجميل ده مع بعض. التتبيلة بقى الحلوة دي عايزاكم تبقوا عاملينها قبلها بثلاث ساعات، أو يا سلام لو بالليل في التلاجة تبيتوه في التتبيلة الحلوة دي، بيطلع طعمه يجنن وبيبقى شارب كده التتبيلة الحلوة دي. بصوا أنا بعمل كل حاجة معاكم، بس عايزاكم انتوا تبقوا ايه متبلينه من قبلها عشان يجي في كل الجمبري كده وطعمه يبقى حلو قوي. هنزل بقى هنا في الوك، هكون متخنة الوك بتاعي، وهننزل كده والجمبري انتوا عارفين مش بياخد وقت خالص في السوى، وهسيبه يستوي. هاجي هنا في طاسة تانية او حلة، هحط شوية زيت، وهجيب الثوم والبصل والجنزبيل، بشوحهم كده مع بعض، هنزل بقى بالخضار، الذرة الحلو، ويلا بينا نشوحهم كده تشويحة حلوة مع بعض. يلا هاجي هحط رشة ملح، هحط فلفل، وهحط شوية بابريكا، وهنزل بالايه مكعبات الخضروات بتاعتي، فتفتها كده، رشة شبت خفيفة، وهنقلبهم مع بعض كلهم ياخدوا
نكهة. وكمان الجمبري ياخد تقليبة حلوة. اول ما يعملي حرف السي بيبقى جاهز، فايه ما تسيبوهوش كتير، اتاكدوا ان كله يستوي كويس، كله سوا يبقى زي بعضه. هاجي هنا في الايه الخضروات بتاعتي، هحط الصلصة وهنقلب. وهضيف عليها شوية مية دافية، مش كتير بس تاخد الايه الصوص بتاعنا اهو. يلا بينا، وهسيبها تغلي غلوة بسيطة جدا، مش هتاخد معايا وقت خالص خالص خالص. وهنا زي ما احنا شايفين، بصوا الجمبري نزل ايه الصوص بتاعه، شايفين مع التتبيلة الخطيرة دي اهو، زي ما اتفقنا. اهم حاجة الجمبري ما يكونش اوفر كوكت، يعني ما يكونش مستوي زيادة عشان ما يشدش معايا، لازم السوا بتاعه يبقى سوا كده سريع حلو. هاجي بقى هنا هنزل بالايه بالنودلز بتاعتي او المكرونه السباجيتي. والمكرونه السباجيتي بنسلقها 7 دقايق ونشيلها، ورشه ملح وشكرا. بصوا بقى الجمال ده، دي وجبه كامله متكامله، فيها النشويات فيها الخضار والبروتين مع بعض، طبق عالمي، نكهاته كلها حلوة، تتبيلة محترمة. ولسه كمان لما الجمبري ينزل على النودلز بالصوص بتاعه، مش عايز احكي لكم الجمال والحلاوة. وبعدين بصوا السرعة، مفيش اسرع من كده في العزايم، ده بيكون من الاطباق الحلوة جدا. وممكن استبدل الجمبري بقطع الفراخ، تبقى برضو حلوة جدا مع بصلة مبشورة، ملح وفلفل، وشوية ايه اعشاب اوريجانو وزعتر وروزميري، وبيتشوي قطع فراخ تطلع حلوة قوي قوي قوي. كده عندي الاكلة جاهزة كلها، يلا بينا على الغرف. هجيب طبق التقديم بتاعي، وهنجيب النودلز بتاعتنا، وهننزل بالشكل ده. بصوا بقى الخضروات مع النودلز تبقى عاملة ازاي، شوفوا 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 الجمال. وبندخل الجمبري على الوش كده اهو. هنزل الاول شوفوا بقى ده طعم ونكهة تجنن. اهو شوفوا، تعالوا نطلع الفاصل نجيب كمان الوصفة اللي جاية معانا، طعمها يجنن وطريقتها حلوة جدا، ونرجع على طول، استنوني. ورجعنا لكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف عملنا مع بعض احلى واطعم نودلز بالجمبري مع الخضروات والاعشاب الجميله جدا، وايه وتتقدم لذيذه وسخنه. تعالوا نشوف دلوقتي هعمل معاكم بطاطس ودجز في الفرن، سهله وسريعه ولذيذه جدا، وعملنا البطاطس قبل كده كذا مره، بس دي كده بايه شويه مقادير لذيذه هتخلي طعمها في حته ثانيه. عندي الودجز، الودجز هكون رشه عليها شويه زيت زيتون، وادخلها الفرن مع الزعتر والاوريجانو وتتشوي بالمنظر ده. وتعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي مع بعض بطريقه سهله وسريعه ولذيذه جدا جدا جدا. هاجي كده هنا هاخدها وهحطها في البولة،
اهو. هديها رشه من البابريكا والايه الخضره بتاعتي الحلوه والاعشاب كده والبصل والذره الحلوه، وكل الكلام ده يتقلب مع بعضه مع رشه ملح. يلا بينا. ايوه شوفوا بقى كده، كله مع بعضه. اهو كده شوية زيت زيتون اهو. يلا وهنقل على البايركس. شايفين الجمال؟ بصوا بقى يا سيدي يا سيدي يا سيدي على الطعامة والجمال ده كده اهو. هنسكت؟ لا يمكن. نحط بقى الجبن المشكلة بقى بتاعتنا. شوفوا بقى دي كده تتاكل وما تقولوش لحد. تخش الفرن وتاخد احلى وش. بصوا بقى يا سلام. بصوا بقى كده بس كده. يلا تعالوا ندخل الفرن مع بعض. يلا هنكون مسخنين الفرن كويس قوي ونفتحين الشواية علشان يخش يسيح الكلام ده مع بعض. وبصوا مش بياخد وقت خالص، الوقت هيكون في سوى الوادجز. حابين تحمروها حمروها، حابين تدخلوها الفرن زي ما انا عملتها في الفرن، تغطوا كويس كده بالفويل وتسيبوها مع رشه الزيت الزيتون وتحطوا معاها رشه ملح خفيفه والاعشاب وتستوي سوى لذيذ كده مشوي هيعجبكم جدا. هنستنى بس ان هي ايه تاخد الوش الحلو ونقدمها. مفيش الجبن بس تسيح، بس تبقوا محميين ومسخنين الفرن كويس. بصوا بقى الجمال يا سيدي يا سيدي يا سيدي على الطعامة. تعالوا بقى اوبا، الجبن لما ساحت عملت قصة قصة قصة. بصوا جمالها وحلاوتها يا سلام يا سلام. شايفين الجمال؟ طريقة سهلة ولذيذة بس طعمها مختلف ويجنن. عملنا مع بعض النهارده وصفات تجنن. اول وصفه مع بعض كانت النودلز، عملنا نودلز لذيذه جدا طعمها حلو مع الجمبري والمكرونه السباجيتي. وزي ما اتفقنا هنسلقها 9 دقايق أو 7 دقايق بس عشان ما تبقاش طريه جدا. وكمان عملنا مع بعض اطعم ويدجز بطاطس لذيذه جدا وعلى الوش الجبن المشكله وساحت، ومن جوه كمان شويه الخضار اللذيذ اللي بيديها طعم حلو مع الاعشاب. جربوا الوصفات وابعتوا لي على صفحه البرنامج عمايل ايديا على فيسبوك، سي بي سي سفره على انستغرام، واستنوني في حلقه جديده من عمايل ايديا.